السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم في الدرس ال17 بندرس عن اللغة التركية، والنهاردة هنتكلم عن أحرف الحماية في اللغة التركية. وقبل ما نتكلم عن أحرف الحماية في اللغة التركية، حابب أفكركم إحنا عندنا 16 درس قبل الدرس ده شرح المختلف القواعد في اللغة التركية ومحادثات مع الأتراك كمان. ويا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا سبسكرايب عشان يجيلكم كل الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. والحساب بتاعي على الانستجرام هتلاقوا فيه صور مختلفة لمدن تركيا وإسطنبول، ممكن تعملوا لي فولو. ويلا بينا نبدا الدرس بتاعنا. احرف الحماية في اللغه التركيه 4، كل حرف فيهم بنحفظ الحالات اللي بيجي فيها. اهم حرف فيهم اول حرف هو حرف الياء، وقلناه في دروس قبل كده كتير. الحاله اللي بيجي فيها اللي هي اشهر حاله لما يكون مع الضمير، يعني مثلا لو انا عايز اقول انا طالب هقول بان اورانجيين. اخر حرف في اورانجي كان حرف رباعي، كان حرف صوتي، والحرف الرباعي اللي بعده حرف صوتي، فبالتالي احنا بنفصل ما بين الحرفين الصوتيين بحرف الياء، فدايما حرف الياء بيجي عشان يفصل ما بين حرفين صوتيين. الحاله الثانيه لما بيجي مع حرف الجر ا او ايه، يعني مثلا اقول الى العربيه هقول عربايا، حطينا حرف الياء حمايه لعدم اجتماع حرفين صوتيين. الحاله الثالثه بقى اللي قلناها في الدرس اللي فات، لما بيجي مع اللاحقه لا او لي، اللي هي مع، لما بيبقى اخر حرف في الكلمه حرف صوتي بنحط حرف الحماية ي قبل لا أو لي. ناخد شوية أمثلة على حرف الحماية ي، زي ما قلت بان أورانجين، بيز أورانجيز، بان أرابايا جيديورو، بان أرابايلا أوكولا جيتن. وتاني حرف صوتي معانا هو حرف السي، وحرف السي بيجي حرف حماية في حالة واحدة بس، لما بيجي مع أونون. ازاي؟ يعني مثلا لو انا عايز اقول عربيته بقول اونون اراباس. احنا اتفقنا اونون الاضافه بتاعتها او اللاحقه بتاعتها بيكون حرف رباعي، فلما بقول اونون اربا المفروض اضيف حرف رباعي اللي هو حرف الاو، فما ينفعش اجيب حرفين صوتيين جنب بعض، فبحط حرف السي وحرف حمايه. والنقطه دي قلناها في درس الضمائر في الدروس اللي فاتت، ممكن تشوفوه من الكارت اللي هينزل على الشاشه ده. نقول شوية أمثلة: أمون أرابص، أحمد كيديسي، قطة أحمد، بابا من برص، فلوس بابايا. حرف الحماية التالت اللي هيكون معانا النهاردة هو حرف النين. طب إيه حالات حرف النين؟ لسه من شوية قايلين اللي إحنا بنستخدم حرف السي مع أمون. حرف النين بنستخدمه مع حرف السي، يعني لو عايز أقول عربيته أو سيارته هقول أنون أرابص. طب لو عايز أقول أنا ذاهب إلى سيارته أنون أرابصنا جيديورو. نفصلها أرابصنا، أرابا عربية، أرابص عربيته، أرابصنا إلى عربيته. حرف الأل في الآخر هو حرف الجر إلى، والني حرف حماية لعدم اجتماع حرفين صوتيين. نقول شوية أمثلة عليها: أنون إيفيندي يميك يدين، أنون إيفيندي يميك يدين، إيفي منزله، إيفيندي في منزله. حرف الد حرف جر، جي مع إيفي، لكن ما ينفعش أقول إيفيدي، لازم أحط حرف حماية دايما بعدها، فهتبقى إيفيندي. أنون إيفيندي يميك يدين يعني أنا أكلت الأكل في منزله. لو عايز أقول مثلا أنا ذاهب إلى أوضة أخي تبقى كارديشيمين أوضاسينا جيديورو، كارديشيمين أوضاسينا جيديورو. كارديش أخ، كارديشيم أخي، كارديشيمين أخي، لكن في حاجة بتاعته لسه زي أونون أحمدين كارديشيمين، فكارديشيمين أوضاس أوضة أخويا، كارديشيمين أوضاسينا جيديورو، أنا ذاهب إلى غرفة أخي. دلوقتي آخر حرف معانا هو حرف الشي، واستخداماته استخدام واحد بس، انا قاعد في تركيا بقالي سنتين ما سمعتهاش غير مره واحده، لكن لازم نقولها لما يكون في مثلا ناس او صف مستنيني بره وعايزين يدخلوا، فانا اقول لهم ايه؟ بيرير بيرير جيري، بيرير بيرير جيري، يعني ادخلوا واحد واحد. بير يعني واحد، بيرير بيرير يعني واحد واحد. ضفنا حرف صوتي وبعدين حرف الري. طب لو عايز اقول ادخلوا اتنينات اتنينات هقول إكيشار إكيشار جيرين، إكيشار إكيشار جيرين. آخر حرف في إكي حرف صوتي اللي هو حرف الإي،
فاحنا بنضيف حرف ثنائي اللي هو هيبقى حرف الايه، بس ما ينفعش اجمع الحرفين الصوتيين مع بعض، فبالتالي بنحط حرف الشيه حرف حمايه، ودي الحاله الوحيده للاستخدام ده. انا بقول لهم تعالوا ايه اتنات اتنات، او مثلا لو عايز اقول لهم ادخلوا ستات ستات، لان الط اخر حرف فيها حرف صوتي، فالطشار الطشار جيرين. وطبعا استخداماتها هتكون بسيطه جدا، لكن برضو لازم تعرفوا. يعني دلوقتي الدرس بتاعنا خلص، ولو الدرس عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، اهم حاجه عشان تتابع الدروس اللي جايه. واللي عنده سؤال او عايز يسال حاجه معينه ممكن يسال في الكومنتات، او يدخل على الجروب بتاعي على الفيسبوك جروب تركولوجي ويسال السؤال اللي هو عايزه، انا هجاوب عليه ان شاء الله. وهتلاقوا لينك الجروب في الديسكريبشن ولينك الاكونت بتاعي في الديسكريبشن، ونشوفكم ان شاء الله الدرس الجاي. جروشوز.